أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرسل فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ونبدأها بالعناوين. التحالف الدولي جاء في الزمان التحالف الدولي بقيادة واشنطن ينهي المهام القتالية في العراق. ونطالع في القدس العربي، القوات الأمريكية تصر على البقاء في العراق وتعزز دفاعاتها تحسبا لرد الميليشيات. ونقرأ في العربي الجديد، شهران على الانتخابات العراقية ترقب لقرار قضائي وسط مخاوف التصعيد. في العيادات نطالع، بسبب التلوث معدل كارثي للإصابات بمرض السرطان في البصرة. البيان الإماراتية عنونت انفجار بيروت، قاضي التحقيق يطلب القبض على وزير سابق. أما في الشرق الأوسط فجاء فيها القوى العالمية ستتبين مدى جدية إيران في المفاوضات النووية. ونطالع في الخليج الإماراتي، القضاء البريطاني يلغي قرار رفض تسليم مؤسسي ويكيليكس إلى أمريكا. أهلا بكم. علقت صحيفة نيويورك تايمز على إعلان الولايات المتحدة إنهاء مهمتها القتالية في العراق، وقالت الصحيفة في تقرير لها أن الجيش الأمريكي انتقل إلى مهمة تقديم المشورة والمساعدة فقط في البلاد، لكن نحو 2500 من أفراد الخدمة العسكرية سيبقون في أدوار الدعم، لافتة إلى أن مسؤولين أمريكيين اعتبروا هذه الخطوة هي محاولة لتخفيف الضغط على الكاظمي الذي كان عليه أن يوازن العلاقات مع إيران للحفاظ على موقفه. الصحيفة قالت إنه بينما يشير الإعلان إلى التحول في المهمة في العراق منذ غزو الولايات المتحدة له قبل 18 عاماً، فإن هذه الخطوة لا تقلل من عدد القوات الأمريكية في البلاد، بل ستبقي على الأعداد نفسها من الجنود. وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الإعلان كافياً لاسترضاء الميليشيات الموالية لإيران التي دعت إلى الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية، مؤكدة أن قوات الأمن في العراق لا تزال تعتمد على التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة للمساعدة الاستخباراتية والتخطيط العملياتي والدعم الجوي. وأضافت الصحيفة أنه بالنسبة للحكومة العراقية كان الإنهاء المعلن لمهمة للقوات المقاتلة بمثابة نصر سياسي يهدف إلى صد ضغوط الأحزاب السياسية والميليشيات المدعومة من إيران التي تعارض أي وجود للقوات الأمريكية. وجاء ذلك في أعقاب محادثات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في تموز الماضي، والتزم بعدها الرئيس بإزالة جميع القوات المقاتلة بحلول نهاية العام. واعتبر المسؤولون الأمريكيون هذه الخطوة في ذلك الوقت محاولة لتخفيف الضغط عن الكاظمي حليف الولايات المتحدة الذي كان عليه موازنة العلاقات مع إيران للحفاظ على موقفه. الصحيفة تشير إلى أن إقامة القوات الأمريكية والعراقية مراسم منخفضة المستوى في بغداد العاصمة بمناسبة الانتقال إلى مهمة المشورة والمساعدة هو اعتراف بأن القوات الأمريكية ستستمر إلى حد كبير في أداء نفس الأدوار التي كانت تقوم بها منذ هزيمة تنظيم داعش قبل 4 سنوات. استذكر ثوار تشرين ومعهم غالبية العراقيين في 6 من كانون الأول الحالي الذكرى الثانية لمجزرة جراج السينج التي اقترفتها الميليشيات ضد المتظاهرين السلميين العزل. ولا سعيد السامراء ترى في صحيفة العربي الجديد أن هذه المجزرة واحدة من المجازر التي تم ارتكابها بغرض قمع الثورة والثوار ومنع الشباب من ترديد هتاف إيران برا برا بغداد تبقى حرة.
هذه الجرائم الموثقة تضاف إليها مجزرة جسر الزيتون في الناصرية التي قتلت فيها القوات الحكومية 80 شاباً وشابة، وقتل أكثر من 884 شاباً وشابة، وجرح 29 ألفاً منهم في ساحة التحرير. لم تجد أياً منهم طريقها إلى المحاكم، على الرغم من رفع عوائل الشباب دعاوى ضد قتلة أبنائهم، وخصوصاً في مدينة الناصرية. ولم يكلف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نفسه بالوفاء بأي من وعوده التي قطعها لعوائل الشهداء بتقديم قتلة أبنائهم وإحالتهم إلى القضاء، ولا حتى بالتحقيق في الاغتيالات المستمرة والمجازر والتهجير القسري، أخيراً في قرية بحر الإمام ومجزرة المقدادية التي لم تنقطع. نشرت منظمة Human Rights Watch تقريراً عن بعض الجرائم التي تحصل في العراق، وتشير بوضوح إلى الجرائم التي اقترفت خلال تظاهرات ثورة تشرين، وإلى جرائم التطهير العرقي والطائفي، وإلى المقابر الجماعية التي تمارسها الميليشيات، وتواطؤ القوات الحكومية في القتل والإخفاء القسري والتهجير للعراقيين في المناطق الغربية. وعلى الرغم مما قدمته Human Rights Watch عما يحدث في العراق من تقارير موثقة، إلا أنها اليوم لا تتعدى كونها تقارير أممية موضوعة على الرف، مع تقارير ووثائق عديدة تدين القتلة والمجرمين ليس أكثر. الكاتبة ولاء السامراء ترى أن ما حصلت عليه المنظمة الدولية منذ غزو العراق في عام 2003 يشكل أدلة أساسية وإثباتات مهمة لإدانة المجرمين قانونيا من المحاكم وخصوصا الدولية منها، لإيقاف نزيف الدماء وكل نتائجها الكارثية على الشعب العراقي وحياة الملايين منه. هل هناك أكثر من هذه الأدلة الموثقة تقول الكاتبة لكي تتخذ الإجراءات اللازمة ضد ميليشيات الإبادة الجماعية؟ شهد العراق بعد العام 2003 محاولات ومشاريع محلية أجنبية هدفها تهشيم كيان الدولة وشعبها وتاريخها ومقدراتها. جاسم الشمري يقول في موقع عربي 21 إن مستقبل العراق مفزع، وأن الدولة سائرة نحو التقويض شبه التام، وذلك نتيجة لتحطيم السيادتين الداخلية والخارجية وتمييع سطوة القانون والقضاء وتدمير القطاعات المجسدة لهوية الدولة وكرامتها، وجميعها عوامل آكلة لمكانة الدولة ومستقبلها. لا ندري كيف يبنى الوطن مع الانتشار الكاسح والمرعب للإرهاب في كركوك وديالا والبصرة وغيرها، أيضا مع تنامي الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والمخدرات والسحق لقيم الترابط الأسري والمجتمعي وغيرها من السلبيات المجهضة للوعي الإنساني والقاصمة لظهر الدولة والمضيعة لسمعتها إلى درجة التهشيم. ولا نفهم لمصلحة من تهشم دولة عريقة مثل العراق. إن الخطابات الرسمية المتكررة وغير المقرونة بالعمل لا يمكنها نشر الأمن أو تحريك المصانع أو تدوير عجلة الإعمار أو بسط نفوذ الدولة، ولرب فعل أقوى من مئات الخطابات والبيانات غير العملية والخيالية البعيدة عن الواقع. أين هي آثار وحقيقة سياسات الحكومات التي تدعي المحافظة على هيكل الدولة، ونحن نعيش حالة من الفوضى العارمة في الحقول الانتخابية والقضائية والإعلامية والفنية وحتى الرياضية؟ إن مؤامرات تهشيم الدولة عبر تمييع القوة العادلة وتطبيق السياسة الناعمة في غير محلها قد ظهرت نتائجها السلبية في أغلب المجالات، وقد لاحظنا بأن حالة الميوعة وعدم جدية السلطات التنفيذية في تطبيق القانون تعتبر من أخطر أدوات التدمير لمفهوم الحكم وحرمة الدولة، وقد شجعت القوى الشريرة الإرهابية المسكوت عنها لسحق الأبرياء الذين لا يملكون سنداً حزبياً أو عشائرياً.
وبحسب الكاتب فإن الأزمة العراقية لم تعد مجرد محنة فقر وخدمات وغيرها، وإنما المأزق الحقيقي يتمثل بعدم وجود عملية سياسية جامعة ودولة مؤسسات قوية، حيث يعد فرض الأمن العمود الفقري للدولة، والدولة الخالية من الأمن أو التي تطبقه على فئات دون أخرى هي شبه دولة، أو دعونا نسميها دولة كرتونية. النظام السياسي الذي اخترعه الأمريكيون في العراق اخترعوه هم، لا يمت إلى السياسة بالصلة، فهو نظام محاصصة حزبية قرروا من خلاله أن يقيموا سداً منيعاً يحتمون وراءه بمشروعهم الذي لم يتضح منه سوى الخراب. فاروق يوسف يقول في صحيفة النهار العربي إن ما حدث في العراق أن المواقع السياسية كانت أبواباً لدخول المرء إلى عالم الجريمة المنظمة، حيث الفساد هو العقيدة الوحيدة التي تجمع بالأحرى بين الوافدين من العالم السفلي. لأن عراق ما بعد الاحتلال لا يمت بالصلة إلى تاريخ الدولة العراقية الحديثة، فقد كان مطلوباً من المجموعات الحزبية أن تضفي صبغة سياسية على العراق الجديد، وهو ما تعثر وقوعه بالرغم من أن العراق شهد 4 انتخابات قبل 2021 لم ينتج منها أي تداول سلمي للحكم، بل ظلت الكرة تتنقل بين أقدام فريق واحد، ولم يكن هناك خارج الملعب سوى مشاهدين تمثلهم الغالبية المطلقة من الشعب العراقي. أما ما جرى في انتخابات 2021 فقد كان فضيحة للنظام السياسي الذي أراده الأمريكيون عاطلاً على المستوى السياسي، حيث قيدوا الديمقراطية بالأغلبية الطائفية ولم يلتفتوا إلى الأغلبية السياسية العابرة للطوائف والإثنيات، والتي كان من الممكن أن تكون قاعدة لقيام حياة سياسية سوية، ومن ثم إعادة الاعتبار إلى مفهوم المواطنة الذي تم طمسه. لقد بيّنت نتائج الانتخابات الأخيرة أن على لاعبي 19 سنة الماضية أن يذهبوا إلى المعارضة، إنه حكم أشبه بالإعدام، فالمجموعات المسلحة التي نهبت أموال العراق ولم تبني جداراً يشير إلى وجود دولة لا تعرف أين تقف المعارضة وما الحاجة إليها، ولكنها في الأساس لن تتمكن من إدارة مصالحها إذا ما غادرت الدولة. الكاتب يرى أنه كان لابد والحالة هذه من أن تنتفض قوى النظام القائم ضد ديمقراطية لا تبقي الحال على ما كان عليه. فبالنسبة إلى زعماء الميليشيات والأحزاب الطائفية المرتبطة بإيران، فإن الديمقراطية الحقة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ببقائهم في السلطة المنقطعة عن وظيفتها بعد أن سقطت كل السلطات في يدهم، وهو ما يؤكد غياب العقل عن الحياة السياسية التي سبق للأمريكيين أن جهزوها بكل أسلحتها الدفاعية. الأربعاء الماضي أقر الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يطالب بالكشف عن ثروة رئيس النظام السوري بشار الأسد، كما شدد القانون على زيادة التنسيق لتطبيق العقوبات الأمريكية على النظام السوري، بين مزدوجين لتعطيل وتفكيك إنتاج نظام الأسد غير المشروع للبنتاغون وتهريبه في سوريا. صحيفة القدس العربية ترى في افتتاحيتها أن القرار يشير بشكل رمزي إلى مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المآل الذي آلت إليه سوريا. لقد سمح عملياً للنظام بتخطي الخطوط الحمراء الشهيرة خلال الحرب التي شنها منذ عام 2011 ضد شعبه، وأدى ذلك إلى أكبر حركة نزوح بشرية منذ الحرب العالمية الثانية، أفضى تقاعس الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما عن وضع حد لتلك المأساة إلى فيضان من اللاجئين إلى أوروبا. أما الرئيس اللاحق دونالد ترامب فوجد حله المشهور لقضية اللاجئين بوضع السوريين
إضافة إلى 5 دول ذات غالبية مسلمة على قائمة منع الدخول لأمريكا بعد عمله على اعتقال وقتل مئات الآلاف ثم تسببه بطوفان اللاجئين الهاربين. تبين أن النظام السوري حول البلد إلى مركز للمصانع والتهريب الممنهج والمنظم، وما عاد يمر شهر من دون إعلان عن شحنات مضبوطة في اليونان ومصر والسعودية والأردن وإيطاليا وتركيا بعد اقتصاد الفساد والنهب واستمرار اقتصاد الحرب والاستيلاء على ممتلكات النازحين. قام النظام السوري بنقلة حداثية كبرى حيث صنع دولة للمخدرات العالمية، حيث قدر مركز التحليل والبحوث العملياتية قيمة صادرات الكبتاغون عام 2020 بما لا يقل عن 3.46 مليار دولار، وتستخدم عائدات هذا الاقتصاد الجديد في تكريس سلطة العائلة الحاكمة وتغطية نفقات الحرب لتسديد جزء من فواتير الحلفاء الروس والإيرانيين. أيها السيدات والسادة، الصحيفة تضيف قائلة إن العائلة الحاكمة في سوريا تضيف هذا الإنجاز إلى مجموعة انتصاراتها الأخرى، وبعد تهجير قرابة نصف الشعب وتأسيسها لاحتلالين مديدين متطلبين، أصبحت فعليا مركزا عالميا للمخدرات إلى الدرجة التي اضطرت أمريكا فيها، التي لم تتحرك حين قصف السوريون بالسلاح الكيماوي، إلى إصدار قانون لمعرفة حجم ثروة عائلة الأسد. البريطانية أنه في حين تتواصل المحادثات من أجل إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والغرب في فيينا، توجد خلف الكواليس خطط بديلة أكثر حدة بكثير قد يلجأ إليها لوضع حد للنزاع القائم. وذكرت الصحيفة كذلك في تقرير لمراسلها ريتشارد سبنسر أن كل من إسرائيل والولايات المتحدة هددتا على مدى سنوات طويلة بقصف إيران بغية تدمير قدراتها النووية، لدرجة أن لا أحد بات الآن يلقي بالوعيد تل أبيب وواشنطن المتكرر. الصحيفة أشارت إلى أنه في عام 2007 قال جون ماكين خلال ترشحه لمنصب الرئيس إنه يريد قصف إيران، وعام 2015 دعا جون بولتون وكيل وزارة الخارجية الأسبق في إدارة جورج بوش الابن إلى اتخاذ إجراء عسكري ضد طهران. وأضافت الصحيفة أنه مع استئناف مفاوضات فيينا التي تهدف إلى إعادة العمل باتفاق عام 2015 لتقييد البرنامج النووي الإيراني، من الواضح أن واشنطن تريد فقط وبكل بساطة ممارسة مزيد من النفوذ على طهران، رغم أن أموراً عدة تغيرت هذه المرة. فأولاً، تمكنت إيران في السنوات القليلة الماضية من اتخاذ خطوات تؤدي بشكل لا لبس فيه إلى بناء سلاح نووي، فقد قامت بتخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء تصل إلى 60%، وهي نسبة لا تقل كثيراً عن نسبة 90% اللازمة لصنع قنبلة نووية، وتتجاوز بكثير المستوى المخصص للاستخدامات غير العسكرية. كما اعترفت طهران أخيراً لأول مرة علانية بأن برنامجها النووي يحتوي على عناصر عسكرية. وهذا الأسبوع قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إنه ليس متفائلاً بنجاح محادثات فيينا، واختار بلينكين كلامه بدقة، فلم يحدث أن أنكرت إدارة أمريكية الخيار العسكري ضد إيران، وكان بلينكين وفريقه واضحين بأن هناك خيارات أخرى على الطاولة غير المفاوضات. وتختم الصحيفة بالقول إن السؤال المهم لدى الأمريكيين يبقى هو ما إذا كان التورط في حرب أخرى بمنطقة الشرق الأوسط أمرا ممكنا أم لا، في الواقع لهم عسكريا وسياسيا.
وفي خبرنا اليوم، بعيدا عن السياسة، في سابقة عالمية تتجه نيوزيلندا نحو منع شبابها من التدخين بشكل نهائي في المستقبل القريب، وذلك بعد السماح للأشخاص الذين ولدوا بعد عام 2008 بشراء السجائر طيلة حياتهم بموجب قانون يتوقع أن يتم تفعيله العام المقبل. وأوضحت الحكومة النيوزيلندية أنها لجأت إلى هذه الخطوة لأن سياسات مكافحة التدخين الأخرى تستغرق وقتا طويلا وتؤدي إلى نتائج محدودة للغاية. وقالت وزيرة الصحة النيوزيلندية عائشة فيرال إنه في حاله لم يتغير شيء، فإن خفض نسبة المدخنين ربما يستغرق عقودا من الزمن، والحكومة ليست مستعدة إطلاقا لتتخلى عن الناس. وفي حال مضى هذا القرار قدما، فإنه بدءا من سنة 2027 لن يكون أي شخص دون 14 من العمر قادرا على شراء أي سيجارة طيلة حياته. ومن بين المقترحات الواردة في القرار خفض عدد المتاجر التي يرخص لها ببيع منتجات التبغ، فضلا عن خفض مستويات النيكوتين في كافة المنتجات. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.